الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فيديو اليوم خاص بمستوى السنة الثانية متوسط، نحضر به الفروض والاختبارات، وهو عبارة عن تمرين. التمرين يقول: بينما كنت تشاهد شريطا وثائقيا حول الكائنات البرية في أوساطها، جذب انتباهك جردا صغيرا وضعيفا يجمع قوته من حقل قمح قليل، ويعتقد أنه نجا في يومه هذا، حتى يهاجمه ثعبان ماكر ينتظره بطريق العود. وبينما يزحف الثعبان زاهيا بصيده، يلتقطه نسر كان يحوم بالأجواء لينتهي وليمة لصغاره. سؤال أول يقول: واحد، كون سلسلة غذائية من الكائنات الحية المذكورة في الفقرة. اثنين، ما اسم الكائن الحي الذي يكتب أولا في السلسلة الغذائية وما هو دوره؟ ثلاثة، ما هو مصير المستهلك الأخير بعد موته؟ نبدأ بالإجابة على أول سؤال. قال لك: كون سلسلة غذائية من الكائنات الحية المذكورة في الفقرة. واحد، تشكيل سلسلة غذائية. إذا نبدأ ب، قال لك جلد صغير يجمع قوته من حقل قمح قريب. إذا عندنا قمح اللي هو نبات أخضر يتغذى عليه الجرذ. في الكتاب فقط الأسهم مقلوبة، يعني تكون بهذا الشكل، لكن احنا ما عليش نكتبها بهذا الشكل. ثم قال لك قمح قريب يعتقد أنه نجا في يومه هذا، حتى يهاجمه ثعبان. إذا ثعبان يتغذى على الجرذ. ثم قال لك: بينما يزحف الثعبان زاهيا بصيده، يلتقطه النسر. ثم نسر، فنكتب هنا منتج، نكتب هنا مستهلك واحد، هنا مستهلك اثنين، ومستهلك ثلاثة، يعني ثلاث مستهلكون ومنتج. هذا بالنسبة لتكوين السلسلة الغذائية. السؤال الثاني قال لك: ما اسم الكائن الحي الذي يكتب أولا في السلسلة الغذائية، يعني نقصد هذا، وما هو دوره؟ اثنين، الكائن الحي، الكائن الحي الذي يكتب أولا في السلسلة الغذائية هو النبات الأخضر. دائما في أي سلسلة غذائية الحلقة الأولى أو المستوى الغذائي الأول هو النبات الأخضر. دوره إنتاج الغذاء، لأنه الكائن الحي، الكائن الحي الوحيد الذي يصنع غذاءه بنفسه، فلأنه يقوم بعملية التركيب الضوئي، لأنه هو الكائن الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه، نسموه بمنتج أو منتج أولي. السؤال الثالث يقول: قالك ما مصير المستهلك الأخير بعد موته؟ مثلا النسر نعتقد أنه، نقول أنه هو المستهلك الأخير مثلا في هذه الحلقة الغذائية. فلما يموت هذا النسر ويسقط على الأرض، ما هو مصيره؟ إذا يتحلل هذا الكائن الحي ويتفكك بواسطة الكائنات المحللة، ديدان، كائنات دقيقة إلى غير ذلك، ويتحول إلى أملاح معدنية أو مواد معدنية يستفيد منها النبات الأخضر للقيام بعملية تركيب الضوئي. إذا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله أكون أفدتكم ولا بالقليل. أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، والسلام عليكم.